اذا السؤال هذا مثال عندي اللاين فولتج 480 فولت الفريكونسي 60 هرتز الباور النومينال باور تبعته 50 هورس باور اللاين كرنت 60 امبير الباور فاكتور 0.85 لاجينج بعدين هون حاطط لي اللوسز المختلفه هلا نتذكر حالنا مره ثانيه شو اللوسز الموجوده بالمحرك ايش بدخل عندي اول شيء بدخل دي الكتريكال مضبوط ايش اول شيء بروح منها لوس اول لوس كوبر ستيتر كوبر لوس اذا بروح عندي ستيتر كوبر لوس بعدين شو بروح عندي كمان في الكور اللي هم ايش سميناهم كور دي كور لوس مضبوط شو صار عندي الان هلا الباور صارت شو هي ايش اسمها الان؟ ميكانيكال لسه ما وصلت الميكانيكال باور كونفرت قبل الكونفرتد اير جاب هلا صارت عندي الاير جاب باور هون راح يصير عندي الاير جاب باور لما هلا انتقلت للروتر ايش اول لوس بصير عندي في الروتر؟ على صوت مضبوط تحولت لكونفرتد جزء كونفرتد الجزء الثاني قبل لما الهاي اير جاب بتنقسم لقسمين شو هم القسمين؟ كونفرتد وايش؟ روتر كوبر لوسز ما لكم مصطفين روتر كوبر لوسز انقسمت اس واحد ماينس اس كونفرتد واس روتر كوبر لوسز بعدين الروتر كوبر لوسز شو بصير عنده بتتحول لميكانيكال الكونفرتد تحول لميكانيكال شو بروح منها؟ فريكشن اند ويندج وسبريك واللي بضل عندي هو باور ميكانيكال اوت فانا حتى احسب الافشنسي بدي احسب هدول كلهم حتى اوصل للميكانيكال اللي بضل عندي هون هلا خلينا نشوف نحسب قديش عندي بدي احسب اول شيء الانبوت الكتريكال باور تي الكتريكال شو بتساوي؟ معادله استعملناها قبل شوي جذر الثلاثه في 9 في 9 هاي لاين كوساين فور في 9 قديش عندي 480 جذر الثلاثة هاي لاين 60 وكوساين 5.85 تطلع معي الباور الالكتريكال باور 42.4 كيلو فولت هلا هاي ايش رح نروح منها اول شيء؟ ستيتر كوبر لوسز معطيني اياهم ستيتر كوبر لوسز ومعطيني كمان الكور اذا طرحت من الالكتريكال ستيتر كوبر لوسز والكور شو بضل عندي؟ اير جاب باور اذا تي اير جاب بتساوي تي انبوت الكتريكال ماينس تي ستيتر كوبر لوسز ماينس تي كور عندي هاي 42 و400 ناقص ستيتر كوبر لوسز 2000 مضبوط 2000 وبعدين عندي هذيك قديش؟ لا انت عم تقرا بالترتيب هون ما عم تقرا شو هو هذا الروتر كوبر لوسز هي الكور 1800 بضل عندي الاير جاب باور 38.6 هلا عندي هون 38.6 ايش راح يروح عندي هلا من الاير جاب؟ راح تتقسم الاير جاب لقسمين ايش هم؟ الكونفرتد ويل لا رجعت حكيت الفريكشن دي حمسك الكاميرا هلا بس ايش هم؟ اوركم مسطلين ايش بقى؟ باور اير جاب راح تنقسم لقسمين الباور كونفرتد والباور روتر باور لوسز بنسبة قديش؟ واحد اس واحد ماينس اس مش هيك مضبوط؟ هلا انا معطيني الروتر باور لوسز جاهزين هيهم 700 اذا عندي الباور كونفرتد شو راح تساوي؟ 700 واحد ناقص 700 باور اير جاب ماينس روتر كوبر لوسز مش هيك؟ شو النهايه بتتقسم لهذول الاثنين؟ اذا عندي هاي وعندي هاي كيف بحسب هاي؟ بصير هاي ماينس روتر كوبر لوسز باور اير جاب ايش بتساوي؟ 38600 ناقص روتر كوبر لوسز قديش؟
700 يصير عندي 37900 مضبوط. هاي شو بتكون؟ converted power. هاي صارت available عندي الان ميكانيكال باور، بس ايش بيروح منها اول شيء؟ هذا ميكانيكال لوس مضبوط، وهذا ميكانيكال لوس، بس هذا زيرو. الفريكشن ويندج قد ايش؟ 600 واط. اذا الباور اوت ميكانيكال شو بتساوي؟ الباور كونفرتد ماينس باور فريكشن ويندج هي ماينس ستري، بس ستري زيرو بالحاله هذه. فبصير عندي هاي 37900 ناقص 600، بصير عندي 37300. اذا شو بصير عندي الان الافشنسي؟ هي 37300 على قد ايش؟ 37300 على 42400، فتطلع الافشنسي عندي 88. قديش السليب لهاي المشين؟ 22. كم السليب؟ 21. كيف بقدر اعرف السليب من الارقام الموجوده هون؟ 120 وين 120؟ ايش اللي هو بايش اخوان؟ مين؟ عشان تطلع 88 انا هي بالمية انا ايوه كيف بحسب السليب؟ بي ار جاب ايش مالها؟ ماشي بصير او مباشره هاي على هاي بهاي اس. انا عندي دي روتر كوبر موسز بتساوي اس في البي ار جاب، مش هيك؟ اذا اس شو بتساوي؟ روتر كوبر موسز على دي ار جاب وتساوي قديش الروتر كوبر موسز قلنا؟ 700 على قديش الاير جاب؟ 38600 مضبوط. شو بتطلع هاي؟ 1% 1.8% هذا السعر. اوكي ماشي؟